وعن مبدأ حبه وعن فكرة، واختاروا الخدمة الشرطية وعيونهم تسهر تحمينا بدوافع حب الوطنية. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دفتر أحوال. الشرطة السودانية بإداراتها المختلفة في كل يوم تقدم الكثير والكثير من أجل الوطن والمواطن. شرطة المرور، الإدارة العامة للمرور، ولا سيما شرطة مرور ولاية الخرطوم، تصل عمل الليل بالنهار من أجل تقديم خدمة مرورية متميزة لإنسان الولاية ولإنسان السودان. في الآونة الأخيرة شهدت ولاية الخرطوم كثير من الاختناقات، نقول الاختناقات المرورية تحديدا لأسباب عديدة، ولكن رجال شرطة مرور ولاية الخرطوم، ضباط وضباط صف الجنود عاملين بهذه الإدارة المهمة، كانوا يصيرون كما أسفت عمل الليل بالنهار من أجل أن يخففوا على المواطن هذه الاختناقات وكثير من الخدمات المرورية التي تقدم بولاية الخرطوم. التحية عبر هذا الملف لكل القاعدة العريضة في شرطة السودان، ولا سيما الإدارة العامة للمرور، ولا سيما إدارة مرور ولاية الخرطوم. نرحب كثيرا في هذه الحلقة بضيوف الأكارم داخل الاستوديو، أخونا العقيد شرطة هاشم أو عماد الدين هاشم محمد، نائب رئيس فرع الإعلام، الإعلام والعمليات، الإعلام والعمليات طبعا كلها في حتة واحدة، العمليات بمرور ولاية الخرطوم. يمكن عماد، أنا والله قلت الإعلام قد يكون عن قصد، لأنه أخي العقيد عماد مشاركا في كثير من البرامج التوعية والتثقيفية عبر الفضائيات وعبر الإذاعات المختلفة، زي ما قلت هي خدمة للوطن وللمواطن. مرحبا بك عماد الدين هاشم من فرع العمليات بمرور ولاية الخرطوم، وأقول لك كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بحيي كل رجال الشرطة عامة وخاصة رجال المرور المنتشرين في بقاع السودان في طرق القومية وداخل المدن، وهم بيقدموا خدمة للمواطن. وأنا بقول شرط المرور هو صديق وليس عدو، زي ما الناس بيفتكروا إنه الواحد يشوف شرط المرور ويكون ما رابط الحزام تلقاه طوالي نزل الحزام، جر الحزام، جر الحزام، والحزام هو ما مربوط، هو أنا ما أعرف هيغوش رجل المرور ولا. أنا بحيي كل شركاء المرور، لكن بقول في ناس ملتزمين التزام تام بكل العملية المرورية، وأنا بحيي قناة الشروق وبحيي برنامج دفتر أحوال، هو برنامج الشرطة، وبحيي كل السيد وزير الداخلية والمدير العام من ثم هيئة الإدارة، والسيد مدير الإدارة العامة، والسيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، وبحيي كل من سائق المركبة والراكب والماشي راجلا إن شاء الله. دي تحية يمكن هي وصل عبر برنامج دفتر أحوال لكل القاعدة العريضة ونقول شركاء الطريق عبر هذه الحلقة من برنامجكم دفتر أحوال. أيضا تمتد التحايا لأخي الكريم العقيد عبد العزيز، الدكتور عبد العزيز أمين محمد، رئيس فرع الإعلام بمرور ولاية الخرطوم. عبد العزيز مرحبا بك في برنامج دفتر أحوال، ونحن يمكن أنا قبل قلت أخونا عماد الدين هو من فرع نقول الإعلام، أيضا أقول برضه عبد العزيز من فرع العمليات بمرور ولاية الخرطوم. شكرا جزيلا السيد العميد عبد الله، والتحية لفضائية الشروق، والتحية ممتدة لكل مشاهدينا على امتداد هذا البث، والتحية للسيد وزير الداخلية والسادة قادة الشرطة المدير العام وهيئة الإدارة والقيادة، والتحية لرجال المرور المنتشرين في كل أنحاء السودان، ونخص التحية لدائرة مرور ولاية الخرطوم و قائدة سعادة اللواء شرطة الصديق العبيد، ونحيي كل رجال المرور المنتشرين الذين يعملون الآن في الطريق وفي التقاطعات وينظمون في حركة المركبات سلامة للمواطن وتحقيقا للأمن. دكتور عبد العزيز ما حيّ الناس الإعلام. التحية هو أظن ما بيحيي نفسه، لكن التحية موصولة للسيد اللواء شرطة دكتور
حسن حامد وكل قادة الإعلام برئاسة الشرطة. وأيضا أخواننا في الإعلام المرئي والمقروء والوسائط المختلفة ولا سيما الشبكة والإنترنت. طبعا أنا متأكد هي ما فاتت عليك، لكن زي ما قلت أنت شوية وضحت وحييت جزء بسيط، أطلعت الجزء وريت الكل على ما أعتقد. طبعا الله حقيقة يا السيد عبد الله، احنا بن دور الإعلام مع إداء مع المرور دور مهم جدا، وحقيقة الإعلام عبر الوسائط المختلفة حضور في التوعية المرورية. واحنا حقيقة لما نقول توعية مرورية بنقصد أنه احنا دارين، يعني هي في قوانين موضوعة ولوائح، ولكن يعني أحيانا قد يغض الطرف عنها قائد المركبة، وبالتالي بتحصل المشاكل وبتحصل الحوادث. ودي يعني احنا حقيقة كل رجل المرور هو زي ما بيقول شاعرنا قاسم الحاج، بوليس حركة كلك بركة، تساعد الناس في خفة وحركة، انت صديقنا ونحن أصحابك لنا معك أهداف مشتركة. فأنا أفتكر دي صفات سامية جدا لرجل المرور. يعني نعم البيتين دي المكان تدي لهم عشان انا اشوفهم كده حبه واكشر بها في برنامج دفتر الاحوال. ما انت ما كلمتني بالقصه دي. يعني انا عمري برضه بحيي ناس الاعلام كلهم عبد العزيز في رئاسه الشرطه وكذلك في الادارات المختلفه، نقول برضه فروع الاعلام بكل ادارات العامه في وزاره الخدمه العامه في السودان، وهم ايضا بيقدموا خدمه للوطن والمواطن. وايضا اخواننا في البنيه التحتيه وغيرهم شركاء، نقول برضه هم جزء لا يتجزا من عمل مرور. اخي العقيد عبد الدين هاشم، قبل انت بديت بمزاد حزام الامان طوالي، لكن كده عدق لي شويه على حزام الامان، وديني برضو حاجه عن شنو مزاد الاختناقات المروريه الحاصله في ولايه الخرطوم تحديدا في الاونه الاخيره. يعني نعم انا بنقول حزام الامان، انا ما اعرف شركاء الطريق الواحد ما بتكلف اي حاجه انه يربط حزام الامان، وحزام الامان ده هو بيقلل كثير من الصدمات يعني، وما الغدر بيكون محتوم لكن بيقلل كثير من الصدمات، انه السائق بيكون ثابت في الكرسي بتاع عجله القياده، والعربيه حصل لها اي حادث لا قدر الله هو بيكون ثابت، بيكون الاصابات بتكون اصابات خفيفه ما بالمستوى الكبير يعني، ما بتكون مميته. وحزام الامان هو بقى بيشتغل الايرباك ما لم انت تربط حزام الامان. الايرباك يعني ده انت ما ربطت حزام الامان، الايرباك في المركبه ما ممكن يشتغل، لكن لازم. طيب عشان نوضح هنا عشان ما نمشي في النقطه دي، الايرباك شنو يعني؟ الايرباك هو للناس اللي ما عارفينه يعني. الايرباك هو اي العربات الحديثه طوال الايرباك زي الوساد اللي بتطلع لك كان حصل اي تصادم قدامك. نعم هاي الدركسون في الطبلون موزعه خاصه العربات الحديثه، برضه الناس الراكبين ورا برضه في الجنبات، ما الحزام للسائق بس لكن الراكب جنب السائق والراكبين ورا بيكون برضه رابطين الحزام، ما السائق فقط. نحن هسه مخالفتنا هنا للسائق، لكن هسه ان شاء الله حيتعدل بيكون السائق والراكبين. يعني انت زور راكب لازم انت ذاتك تربط حزام الامان، والناس ما يشوفوا حاجه فانتازيه ولا يقول لك انا العرب بيضغط على بطني وناي، لكن هو بيقلل كثير من الصدمات. والمركبه دي هي اداه للنقل، اذا اسيت استعمالها حتكون اداه للغسل، بتكون زي البندقيه وزي ليك انت وللناس الراكبين معك والناس الماشيين في الشارع. لذلك المركبة ما يقول لك أنا ما أمن تأمين شامل كامل عشان أعمل حادث والحادث بغط. في جرائم في المرور الحادث ما التأمين ما بيغطي لك، مثلا تخطي الإشارة الحمراء، عكس الشارع، القيادة بطيش أو تحت تأثير السكر، دي كلها التأمين بيظبط. رخصة القيادة برضو أنت كان ما عندك رخصة قيادة بيكون تأمينك برضه بيظبط، لكن احنا دايرين الناس يعقلوها ويتوكلوا. الواحد يتأكد من مركبته مرخصة، ترخيصه ساري، رخصته بيجيبه، شهادة البحث، بعد ذاك يربط الحزام ويتأكد من المكنة تعمل بصورة جيدة، الموية، الزيت، الإنارة برضه بتساعد كثير جدا،
لانه بنلقى في حوادث في شارع المرور السريع. الواحد المثلث اللي بيكون في المركبه ده بيكون ما في. يعني حصل اتعطلت المركبه تلقاها وقفها في نهر الطريق، خط له حجاره، او الواحد ما بيولع الاناره الموضعيه او الخطرات، واي واحد بيكون جاري وجاي ورا ما بيكون شايفه. لذلك برضه ده بيتحتم على العربات الكبيره، عندها عاكس، واي واحد يكون لازم يكون عنده عاكس، والعربيه تعطلت تطلعها خارج نهر الطريق، لانه انت هتسبب موت او اذى جسيم، لانه اصطدام جسمين والجسم بيكون ثابت، دي تمام تكون مشكله. اما اذا كان الجسمين انهم مختلفات في الشارع او في تعاقد شارع، بيكون الحادث حادث كبير جدا، ويكون ده سبب التخطي هو السرعه الزايده. الابواب الاثنين اللي ورا برضه فيهم ايرباك وكده، فيهم اكياس؟ نعم، في الجنبات العربات الحديثه دي بيطلع لك الايرباك بالجنبات، الجنب اليمين واليسار. ايوه لذلك تسع العربات، نحن بنلقى بتاع اللواري واسع ما عنده حزام امان، لكن تلقاها من له سلبه طوالي، تلقاه جراحه طاهم كثير جدا. نحن بنلاحظ ناس اللواري بيتفورد واللوري طبعا حاجه عشوائيه، الاوستن ده وده ما عنده ايرباك، لكن هو داري يكمل الزيت. السلبه دي يا عماد هي حاجه عشوائيه. ايوه يعني عشوائيه جدا، يعني عشوائيه بتضر، ممكن تخنقه في حادث. تلقاها سلبه البيضاء اللي عامله زي الهناية دي، تلقاها عامله زي الحزام، وهو طبعا اللواري ما عنده حزام امان هو فيه، لكن هو بس داير يركب ويوري انه عنده حزام امان وماشي. قبل قلت برضه العاكس المثلث كده، وضح للمشاهد العاكس شنو تقصد به؟ العاكس المثلث نحن بنلقاه في المركبات الملاكي. طوالي انت لما تفتح ظهريتك وعندك الاستقدار طوالي، العاكس ده بيكون في المركبه بتشيله تحطه على بعد 50 100 متر عشان الواحد البلال يجي يعني. لكن في واحدين بخطوا العاكس خلف العربيه. يعني انت ده موقع الحدث. ما ممكن تفاجئني، ثاني ما بيكون عندي اي تصرف او اي تحكم. انت النظر ده اصله، انت لما النظر يدي اشاره للعقل والعقل يترجم ليك انت، لانه المرور ده نحن بنلقى فيه حساب مثلثات، بنلقى فيه احياء، بنلقى فيه بلاغه، بنلقى فيه انجليزي. يعني ما تقول ناس المرور ده ناس قطع ولا كده، ما قطع بس هو فيه اي حاجه، لانه برضه فيه شعر زي ما قال عبد العزيز قبل شويه. نعم فيه شعر، الكلام الموزون الجميل قال عبد العزيز، وفيه بيساهم في الاقتصاد الوطني وتلوث البيئه برضه. نعم يعني هسه حصلت ازمه مروريه، بيكون في تلوث للبيئه، بيكون انت ساهمت سلبا في تلوث البيئه، ساهمت سلبا في الناس الواقفين ما قادرين يوصلوا، ساهمت سلبا في استهلاك الوقود. يعني وقفتك الكسر من الثانيه دي بتعطل الشارع 45 دقيقه. انا بشوف كثير من شركاء الطريق، الواحد الاسطوب احمر تلقى جاب نازل بالتراب عشان يخش اول واحد قدام الناس، قدام الناس، والناس كله واحد، نحن واقف راجع حجه انه هو زول مستعجل وما حصل حاجه عندي. أيوه. وكم ما عنده حاجه، في واحد قاعد يا خواجه قال بيحكي لناس المرور ومتحرك من القضارف، وجاد عربيتين ماشيات بسرعه شديده، قال بعد وصل القهوه اللي بعدهم اللي كانوا يشربوا في جبل ما عندهم حاجه يعني. استغرب انه في شنو ساعته الحاصل شنو؟ ما في حاجه. ونحن نتمنى من شركاء الطريق الناس تكون عند المسؤوليه. نعم. لانه يكون مسؤول هو، السائق المركبه معه خمسه او اربع اشخاص، هو سائق الباص طرق المرور السريع، انت مسؤول من 50 راكب راكبين معاك، وفي واحدين عندهم سلوكيات في نحن بنشوف الموبايل تلقى رابطه فوق بهنايه يتكلم كذا، وثاني يفك ويمشي فوق معلق وفوق. نعم. بعد شويه يوقفوه في نقطه بتاعت تفتيش ولا حاجه، تلقى خدت له مؤاخذه مركوب ولابس سفنجه، يلبس مركوب ويجيك نازل تحت. سايق بالسفنجه يعني. سايق بالسفنجه، ودي خطر جدا للركاب. نحن نتمنى شركاء الطريق الراكبين داخل الباص يكونوا عين المرور داخل الباص، ويتصلوا علينا على التلفون 37، هي غرفه السيطره والتحكم،
هذه الغرفة أنشئت لراحة المواطن. نحن العملية التشغيلية ونتمنى كان قناة أو كاميرا الشروق أو نعم. كاميرا دفتر الأحوال نعم. كان اللقاء يكون من داخل هذه الغرفة عشان يعرفوا الحاضر شنو ويعرفوا المخالفات اللي من على البعد بالكاميرات نعم. يعني عندنا مخالفات، عندنا كاميرا داخل هذه الغرفة الزوم بتاعها قريب للعشرة كيلو. حي 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 ممتازة طبعا دي. يعني انت شايف وسط الخرطوم وشايف وسط مدرمان بصورة عالية النغاة واضحة جدا طبعا، واللوحة بتشوفها قدامك. احنا متمنين كان الكاميرا تكون هناك عشان تعمل مخالفة، المخالفة من على البعد دي. يعني انت لو جيت قعدت في الغرفة الناس شغالين انت داك ما عارف انه عملوا له مخالفة، ما لم ياخذوا ثلاثة لقطات. بعد الثلاثة لقطات بيخش مع السيستم بتاع المرور بيقفلوا ترخيصه وطوالي اوتوماتيكلي بتجيك رسالة في الموبايل انك وقفت وقوف خاطئ في الموقع الفلاني والشارع. انت بعد ده تاني الحكايه ده شغاله يعني؟ شغاله تماما. بعد ذاك من ثم عندنا رجل المرور، رجل المرور في حد ذاته هو ضبط للشارع، لكن جبنا رجل المرور هو التاب. ناس ملاحظين انه رجال المرور عنده انتاب في المكان اللي فيه الزحمه المروريه والدبل باركن والناس الواقفين وقوف فاضي، طوالي بياخذ نفس المخالفات على البعد من بيخش في السيستم من تابو ده بيعمل لك ثلاثة لقطات، بعد شوية بيخش السيستم بتاع المرور بيخش طوالي الموبايل بتاعك انك بيجيك رسالة انك وقفت وقوف خاطئ. يعني التقنية في المرور ماشية في تقدم وتطور، في تقدم وتطور بخلاف انه عندك المرور السريع. ممكن نجي برضه نتكلم نجي فيها في جزئية ثانية اجهزة التتبع الجغرافي. نعم دكتور عبد العزيز، والله انا كنت ارزل عن الترخيص ومواضيع الترخيص بدايه، لكن قبل ما اخش في هذا الملف المهم برضه، يعني اخونا عماد ممكن طوف بينا في كميه من الحاجات ونقول والله القى على عاتقنا كاعلام، يعني كان انتم في اعلام المرور ولا في الاعلام بصوره عامه دفتر احوال وكل البرامج المشابهه. اول حاجه بزياره، ونحن نعيد ان شاء الله اخونا عماد بزياره لي ان شاء الله غرفة ثلاثة سبعات، نقول هي حلقة كاملة إن شاء الله من برنامج مبدئيا من برنامج دفتر الأحوال من داخل غرفة الثلاثة سبعات لمزيد من المعرفة والإدراك. نحن في النهاية بيهمنا المواطن يمتلك كل الحقائق وكل المعلومات يعني عن قرب، ودي هي هدف أساسي ورئيسي في برنامج دفتر الأحوال. لكن برضو يا عبد العزيز برضو يمكن هبشنا شوية عماد في حكاية الله. أول حاجة حزام الأمان ده عاوز أنا يخلي بكلامه ده عاوز مزيد من تسليط الضوء على حزام الأمان إذا كان العشوائي اول جاي بصوره رسميه واهميته كذلك في المركبات والناس اللي بيستخدموا اللواري وغيره نوقفهم من المزاد دي، والمزاد دي كلها عاوزات خليه اعلام او رسائل من اعلام المرور تتفق معنا تخليه في المزاد دي ولا بد من تعديل برضو يعني. نعم حقيقه عن زي ما ذكر الاخ عماد مساله ادوات توفير ادوات السلامه في المركبه مهمه جدا. اطفاء الحريق طفايه سعرها ما مكلف، يعني الايام دي يعني بتشهد ولايه الخرطوم وبعض الولايات حريق في مركبات، يعني الحريق ده اندلع لان صاحب المركبه ما عنده طفايه حريق. لو في طفايه حريق انا افتكر ما بيكون في اضرار بالحجم ده يعني، ودي مساله مهمه جدا يعني ممكن نضيفها لادوات السلامه المروريه. حقيقه احنا في الفترات الاخيره تلاحظ انه يعني احنا قياس الراي العام لرجل المرور كان على درجه عاليه جدا من خلال يعني رموز قياده المجتمع المدني، يعني يتحدثوا انه يعني شاهد رجل المرور يعمل بكل تفاني ونكران ذات، ويعني رجل المرور ده بيكون واقف فتره صعبه جدا جدا وفي وسط الهجير، ويعني يعني بيؤدي دوره وعمله بكل تجرد ونكران ذات. يبقى انه احنا القيادات المجتمع المدني ورموز لا 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 هم اللي بيعكسوا لنا الاداء بتاعنا. حقيقه يعني احنا قبل فتره كرمنا عدد كبير جدا من رجال المرور على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات، فده بياكد انه يعني احنا ناسنا دي منتشرين
وبيأدوا دورهم وواجبهم، لكن احنا دارين من المواطن شنو؟ دارين من المواطن انه شويه كده مساله السلوك، قطع الاشاره والسرعه الزايده والتخطي، يعني رجل المرور ده هو بينشو سلامه سايق هذه المركبه، وبينشو سلامه توفير السلامه لارواح سائقي المركبات والمواطنين. بعدين يا سيد عبد الله في شيء مهم جدا، يعني العربات دي بتكون ماشيه في الشارع لكن انت بتستعجل، عندك اغراض داير تصلها بنفس المستوى اللي انت عندك اغراض ماشي توصلها، ايضا الزول اللي انت داير تتخطاه وداير تتفاداه لحد ما تزاحمه وتحصل تتخطاه وتحصل مساله بتاعت احتكاك وتحصل حادثه مروريه، يحصل تلف، يحصل خساره في الارواح. انا افتكر يعني الناس احنا بنناشد السائقين المركبات انه على اقل قدر يكون السلوك فيه شيء من الانضباط، ويعرف انه هذا الشارع فيه شركاء، يعرف انه في قانون ضابط لحركه الشوارع. وحقيقه احنا والله بنحيي اخواننا في وزاره البنيه التحتيه ايضا مجتهدين، يعني احنا بنعمل معاهم جنبا الى جنب. ورجل المرور هو يعني بزيه وبابتسامته وبكل شيء، هو زي ما بقول انا في شخصك احترم اشخاص، هو يعني رجل مرور، رجل سلام ورجل بشاشه، من نوع المواطن اول ما يشوفه يزوغ منه وكده. في الشق الثاني مساله بتوجيه كريم من السيد والي ولايه الخرطوم، حقيقه يعني عالم مدير دائره مرور. انا جايك عبد العزيز قبل ما تخش في اعلان السيد والي ولايه الخرطوم والسيد مدير مرور ولايه الخرطوم. نعم. والبشره الساره كانت يمكن هي صحيح الان هي شغاله تماما في مرور ولايه الخرطوم. صحيح. ليكم التحيه مجددا في هذا المقام يعني، لكن برضو يا اخونا عماد عبد العزيز يزاغ من كلام، يعني زي ما قال اخونا محمد موسى في شروط مرض من هنا ناخذ اجابه نحن، لكن برضو سؤالنا ما حنخليها نحن، نحن بنتكلم عن حزام الامان. برضو انت مشيت بين فكيت الحزام ومشيت لمحلات ثانيه، لذلك انا بعتبرها برضو مخالفه مروريه على الهواء. كلمنا شوي برضو عن حزام الامان والكياس اللي بتطلع زي ما قال ايرباك واهميته، ونحن برضو كاعلام مفترض نركز على المساله دي بتركيز كبير، لانه هي مساله مهمه زي ما قال اخونا عماد، هي مساله هندسيه ما وضعت عبثا في المركبات تستغل الطريق العام يعني. نعم. هي معموله بحسابات زي ما قال، هي مساله هندسيه. صحيح. يبقى نحن كاعلام لابد من جرعات. نعم. في هذا الجانب. نعم. عندكم اي خطه انتم موضوع المساله بتاع حزام الامان، حتى قطع الاشاره زي ما هو برضه واحده من الحاجات اللي ركزها. نعم. يعني ما برضه زاد من جزئين من سؤالك، برضه انا حرجع عليه كده، اديني جزئين في مساله الامان. انا افتكر حزام الامان ده مهم جدا، يعني انا اذكر مره دورت العربيه طالع ولدي سالني قال لي يا بابا انت ما ربطت حزام الامان، يعني حاجه بسيطه، قلت له حزام الامان ده شنو؟ قال لي يا اخي يا بابا لو حصل اي حادث انت حزام الامان ده بيمسكك، فقلت له برافو يا مظفر يا اخي ده كلام جميل. طيب الحادث ده لو حصل يعني كيف المساله؟ انت سالته يعني ثاني؟ سالته، لكن هم طبعا يعني اطفال هذا الزمان، اطفال كلهم تطلعاتهم الكترونيه وعين في وعي كبير اي حاجه يعني. فحقيقه حزام الامان هو لسلامه السائق المركبه باي حال من الاحوال. يعني انا اذكر انه في احدى الزملاء سايق عربيته اتقلبت 10 مرات وهو كان رابط حزام الامان، المرابطين حزام الامان كان كلهم توفوا الى رحمه مولاهم، لكن هو كان يعني لان رابط حزام الامان لان العربيه بتتحرك وهو ثابت في مكانه، او زي الام لما تحضن طفلها يعني، يعني ما تضرر اصلا ما تضرر ولا جاته اي حاجه. نعم. فانا افتكر المساله دي يعني حق الناس، يعني اي حاجه موضوعه في العربيه دي مهمه جدا. واحنا حقيقه برضو بنحيي اخونا استاذ لغمان احمد، يعني فرد من افرادنا في الشجره، لقاه قال لي وهو جاي من امريكا طبعا، قال لي يا اخي وقفوا، فاحتار انه المساله دي هو داير يعمل له مخالفه، فقال لي افتح العربيه، فلما فتحها لقى انه رابط حزام الامان، قال لي شكرا جزيلا يا استاذ. فالمساله دي نشرها هو شكره طبعا. احنا برضه بنشكر اخونا الاعلامي المعروف لغمان، وبرضه بنحيي ابننا مظفر على هذا الحديث الطيب. يمكن الوعي ممكن نقول نقول مظفر، لكن برضه كميه من مظفر عندهم مخالفتين. خلينا نشوف المخالفتين بعد اخذنا فاصل نرجع تاني نتواصل.
مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام في برنامجكم دفتر احوال، ونحن في معية الاخوة في الادارة العامة للمرور ولا سيما دائرة مرور ولاية الخرطوم. اخونا العقيد عماد هاشم قبل الفاصل كله بيتكلم عن تحديدا مخالفتين، حزام الامان والثانية المخالفة الثانية. معنا مخالفتين يا عبد العزيز بتاعت حزام الامان وبتاعتك انت اللي هي الجزئية الاولى بتاعت السؤال بدينا بالحلقة المنتظرة. انا في تقديري اي مشاهد الان هل هو الازدحام الحاصل الأزمة المرورية في المرور في الخرطوم تحديدا هاي؟ نعم، انا بقول شغل المرور ده شغل ارشادي ما عقابي. نعم. زي ما قال عبد العزيز ولده، زي ما واحد مزفر. يكون هاي مظفر. نعم. واحد وراكب ولده معاه يتخطى الاشاره الحمراء، ولده قال له يا اخي يا بابا انت عملت حاجه غلط كبيره جدا. قال لي شنو؟ قال لي اتخطيت النور الاحمر. بقى تاثيره اكثر من زول يقطع عليه مخالفه او يفتح له بلاغ. نعم، ده كلام كبير. يعني الطفل ده نعم. مفروض ينشا ذاته عندنا اسهل، الحمد لله مغرر هيكون في المدارس الاساس. نعم. ومدارس الثانوي هيكون مغرر، ونحن في كل المدارس هسه مغرر من ضمن المغررات العادية. نعم، هسه طبعته وزارة التربية. نعم. وجاهز عشان يوزعوه لكل المدارس، ثاني بيكون في العام الدراسي، وبيجي يدرسوه ناس متخصصين مع المعلمين يدون دورة عن المرور. ده يعني ده كلام ممتاز. هسه نعم. الحمد لله في كل المدارس نحن كان عندنا، خاصة أنا بقول أي مدرسة أو مدارس الأساس أو القبل المدرسة الروضة، برضو الترحيل مشكلة كبيرة جدا. نعم. مفروض يكون في أستاذ مذهول من الترحيل ويراجع المركبات، وأي رئيس قسم في دائرة اختصاصه يعمل ملف لأي مدرسة بسواقنا بمشرفينا، يعني أي مركبة بتاع الترحيل لازم يكون فيها مشرف أو مشرفة، لأنه بيحصل حوادث وحوادث آثارها بتكون كبيرة جدا. والله يا عماد أنا معلش أنا أدرك تعليق الكلام الجميل ده، لأن النقطة هي ذاتها مهمة جدا جدا. نعم. أنا لاحظت برضه في مزالة أنا وغيري يمكن كثير لاحظت في مزالة التراحيل تحديدا بتاعت الأطفال دون المدرسة يعني أو في رياض الأطفال المختلفة. صحيح في 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 ترحيل، لكن الترحيل ذاته عاوز تقويم. نعم. والمشرف بتاع الترحيل تلقاه راكب او هي راكبه داخل العربيه وبتنتظر الطفل لحد ما هي شاركه في العربيه، يعني كل الله قدر عليه بتفتح الباب عشان الطفل يركب. نعم. تفتحه عشان ينزل، لكن بعد ذلك بيحصل لجنه في الشارع، الطفل ذاته ممكن يتعسر يقع في الواطه، كثير من الحوادث حصلت بالكلام ده. كده دي برضه تعليق في الجزئيه لانه مساله مهمه، وبرضه ده دي اقتراح على الهواء، لان احنا زي ما ناس الاسره والطفل اللي ما دي شيء برضه هم منتشرين في المدارس المختلفة، بيحموا المدارس حماية للمدارس الموجودة في نقول في الخرطوم وغير الخرطوم، ليه ما يكون برضه احنا عندنا جسم رقابي للأطفال تحديدا من إدارة المرور تحديدا يعني؟ نعم، نحن طبعا المدارس المنتشرة وخاصة المدارس في الشوارع الرئيسية، أنا بلاحظ جدا كثير جدا إنه الترحيل تلقاه وقف بيغادي للشارع عشان الطفل طوال يقطع الشارع بيحصل له حادث طوالي، والشارع تلقاه شارع كبير، ما شارع فيه جزيرة وسطية ممكن ما تلقى فيه جزيرة وسطية. المدارس المطلة على الشوارع كان في انه يعملوا باب في شارع جانبي بيكون احسن وبقلل كثير من الحوادث. يعني شارع الباب الرئيسي ده ما حبوا. نعم، انت مطل على الشارع. صحيح. الرئيسي ده بيحصل له حوادث، واي مدرسة تمشي عندها يكون توفوا على الاقل في العام الدراسي بيكون مشكله كبيره جدا. طيب الحاجه دي بدل تكون هي مناشده ليه ما تكون الزام اساسا؟ احنا الزام، وان شاء الله حنزور كل المدارس المطله على الشوارع بالتنسيق مع رؤساء الاقسام. نعم. ويعملوا انه كان في المدرسه فاتحه على شارع جانبي المفروض يتفتح الباب على الشارع الجانبي ما يتفتح على الشارع الرئيسي. نحن عملنا دورات كثيره للمعلمين انه كيف انت توقف الشارع، وديناه عصاية مضية وفيها مثلث بيقفل الشارع بيركب الأطفال، كل يوم بيجوا يشغلوا واحد مناوب في المدرسة، ولفينا على مدارس كثيرة جدا عملنا لهم. لكن باقي لك المواطن بينصاع للكلام ده؟ نعم بينصاع، يعني المركب في الشارع ما بينصاع لأنه عندنا رجل مرور واقف بيكون معاه واقف
وبعد ذاك زول تجاوز او عمل اي حاجه ولازم يتاكد رفعته للشارع العصايه انه وقف العربات من على بعد. بعد ذاك بيكون في تخطيط عبور المشاه. بعد ذاك هو بيقطع. انا بقول برضو الاسر يعني الترحيل كان جاء في البيت تخلي الطفل ولا امشي الترحيل جاك، لكن هي مفروض توصله وتسلمه المجرفه. المشرفة نعم. عشان ما يكون يمكن يركب باب يمكن ينسوه يكون قدام العربيه، وخاصه كل وارد نعم. الاطفال نعم في الروضه بيكون هو ما جايب حال لكن بيجي جاري عشان يركب. المجرفه المفروض تنزل وتستلم الطفل وتركبه وبعد ذاك تطلع تقفل. والله انا شايف الحكايه بتاعت المشرفه دي كثيره جدا وبالعشوائيه، تحديدا انا اقولها بالعشوائيه نعم. المشرفات معظمين يعني ما كلهم صحيح لكن معظمين، وحتى هي قاعده زيها وزي اي زول جوا الحفله دي قاعده في المقعد جنب الباب، بس هي منتظره الطفل ده عشان يركب نعم. لكن من المفترض هي عشان تدي الطفل ذاته احساس بالاهميه مفترض تنزل له وتركبه فوق. عماد برضه في حاجه جزئيه قبل انا امشي لاخونا الدكتور عبد العزيز، في جزئيه برضه مهمه تلقى بالذات الحفلات الصغيره هي السعه بتاعت 15 ممكن نقول 14 راكب او 14 راكب بيشيلوا الحفله دي او العربيه الصغيره دي كم 30 مرات بيصل ل 40 طفل داخل هذا هذه المركبه، واذا حصل اي حادث لا قدر الله بتبقى مشكله كبيره جدا طبعا. بيكون حادث كبير واثاره كبيره جدا. انا قبل يومين ماشي في الشارع لقيت حفله بتاع الترحيل راكبين فيها اطفال ورابط الباب، الباب الجارين ده رابطه ورا والباب فاتح. ده صاحب الحفله. اه وقفته طوالي انت تابع لياته معاه مشرفه ذات، سالت المشرفه انا شلت الرخصه قلت له يا اخي انت، قال لي انا برحل. طيب كيف خلوك انت ترحل؟ هسه طفل كان وقع من الحافله دي والحافله ماشي. هسه دي مخالفه نعم. كبيره نعم. جدا. نعم صحيح. ادوني مدير المدرسه تكلمت معه. نعم. قال لي انا ما عارف الكلام ده. قلت له دي مسؤوليتك انت. صحيح. تعين زول صحيح. تتاكد من صلاحيه المركبه. هسه واحد من الاطفال دي كان وقع. وده اسرته مأمنينكم له. نعم. دي امانه بشريه كبيره. تم نعم. ومشيت ثاني انا المدرسه مشيت له ذاته وتاكدت انه بتاع الحافله ذاته غيروه وجابوا حافله. كويس خالص. كويسه جدا. هو نحن راغبنا بالمستوى ده. نعم. ومشينا كده خليه بنمشي اللي بنعمله. وانا داير كله من شركاء الطريق، هو يكون عيننا نحن، عيننا اللي بتشوف يعكس لنا ما يدور في الطريق. بتلفون 37 ادينا رقم العربيه ودينا انها سايقه يا تو مدرسه، بس دي اللي احنا الدايرين منهم. نعم. وانا بقول لك برضو الازدحام المروري في ولايه الخرطوم، يعني كان احنا في تنسيق مع وزاره البنيه التحتيه والمواصلات خاصه في الحفر، هم ملاحظين هسه انه الحفر بدأت لأنه يصينوا فيها من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، الناس ملاحظين أنه الحركة بقى فيها انسياب. لكن أنا بعزي برضو في بعض شركاء الطريق بيكون في سلوكيات الناس. هسه أنت في كوبري النيل الأبيض جاي الناس بتطلع بقت في زمن واحد وبيتمرك في زمن واحد، لازم يحصل ازدحام. نحن ما عندنا الأزمة المرورية اللي بيقولوها زي الدول الثانية، لكن الناس بتكون ملتزمة بمسارها. نحن بنقول لك كل ما سلكت مسارك كل ما غلى انتظارك انتظارك نعم. ولازم ما يكون في أنانية على الشارع. لا دي موجودة طبعا. نعم. ونحن بنقول ايوه نقول نذكر انت لما انت انا ما بعرف السوداني لما يمسك عجلة القيادة طوالي هو ما بيتذكر انه سوداني، انا بقول له انت تذكر انك سوداني عشان انت تدي الزول لغيرك عشان يخش الطريق وتتعامل في الطريق بقيم الدين والسمه السودانيه ذاتها انت. نعم صحيح. والله مرات عماد الواحد يكون ماشي في تقاطع وعن قصد، انا اقول عن قصد على الهواء مباشره، يعني اللي بقار عينه وعارف لو مشى قدام شويه هو ممكن يقفل الشارع، بيعمل نفس الحركه بيقفل الشارع يقف قدام الزول تماما لحد ما المساله كلها تزيح في بعضها، في حين ثواني بس وقف الناس كلها كان يساوت بصوره طبيعيه. انا برضو ما بعيد من المدارس دكتور عبد العزيز، والله انا احيي النشاط الكبير اللي بيقوم به اخواننا في اعلام المرور تحديدا والتوعيه المدرسيه اللي انتظمت نقول ولايه الخرطوم غير ولايه الخرطوم تحديدا من اعلام المرور، لكم التحيه والتقدير في هذا المقام. اديني برضو كلمتين في هذا الاطار.
حقيقة أنا من هنا برسل تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم. حقيقة احنا بتنسيق كامل معهم يعني استهدفنا عدد من المدارس، وبمباركة والله بتوجيه كبير من مدير الإدارة العامة للمرور ومدير دائرة مرور ولاية الخرطوم باهتمام. وحقيقة طفنا على مدارس على المستويات الثلاثة، الروضة والأساس والثانوي في محلية جبل أولي ومحلية أم درمان ومبدة وكرري. وحقيقة يعني احنا عشان ما نحاول نخفف المسألة دي وتكون فيها غبورة التوعية المرورية بتاعتنا دي، يعني صاحبنا معانا في الغتيراب يعني ضد رامية، وحقيقة كانت في مسابقات وفي جوائز تشجيعية تحفيزية لأطفالنا وأولادنا. وحقيقة يعني ووضحنا لهم انه يعني بكل بساطه انه كيف التلميذ يقطع او الطالب او الشافع يقطع الطريق كيف، ويتعامل مع الطريق كيف، ويجي في عين يمينه لو دار يقطع الطريق ويعاين يساره. ومشينا ابعد من كده، وضحنا لهم العصا البيضاء ذوي الاحتياجات الخاصه، الناس دي مهمين جدا، شريحه اجتماعيه مهمه جدا. يعني احنا بنهتم بذوي الاحتياجات الخاصه وخاصة المكفوفين أيضا. يعني احتفلوا احتفال ضخم جدا جدا، يعني الدولة اهتمت به وكان بحضور رئيس مجلس السيادة عضو مجلس السيادة، يعني كان احتفال كبير جدا. واحنا المكفوفين ده بيعتبروا انه شريحة مهمة جدا، شريحة بتحتاج. وفي العصا البيضاء فيها 5 إشارات من خلال توعيتنا المرورية في هذه المدارس، يعني وضحنا لهم انه العلامات الخمسه للعصا البيضاء ذات شنو، ورينا لهم وهم ذاتهم طبقوها ووقفناهم. المساله دي الغرض منها شنو؟ الغرض منها نحن يعني الاطفال دول الشيء اللي اخذوه من الجرعات التوعيه الاعلاميه وكذا بنقولوها لاباتهم وامهاتهم وكذا. والحاجه الكويسه يا سيد عبد الله، انا افتكر انه المساله دي بقت تظاهره سنويه في كل، ليس ولايه الخرطوم بل كل ولايات السودان. يعني احنا هسه بنشاهد في المنصات الالكترونيه انه حقيقه انتظمت المساله دي، بل في المدارس عندها رغبه انه ناس المرور ده يجوهم عشان يوعوا اطفالهم ودي كانت لها مكاسب كبيره جدا جدا. يعني في مدرسه عباد الرحمن في السبيل او في مبده، يعني ديل كان في مشكله، يعني العربات دي بتجي نازله من كوبري ود البشير بتجي نازله باندفاع، وزي ما قلت لك التخطي وكده. يعني طالبونا انه ان احنا نقوم نعمل لهم يعني عبور مشاه، نعم. على اساس انه نعم. واحنا عندنا ناس المرور موجودين يعني منتشرين موجودين، خاصه في المدارس اللي بتكون مطله دائما على شنو؟ على الشوارع الرئيسية. بنلقى انه ناسنا موجودين وبيمسكوا الاطفال دول عشان يعبروا بهم الطريق وكده. ودي حقيقة يعني الاطفال دول، واحنا دايرين نقول من هنا ان احنا والله يعني اطفال السودان كلنا اطفالنا، اطفال المرور. والمواطن ده نحن هدفنا انه نقدم له خدمة مهما كانت، يعني لكن تكون خدمة مميزة وذات جودة عالية، على اساس انه احنا نحقق يعني السياسات الموضوعه لرئاسه الشرطه السودانيه والسلام المروريه. والسلام المروريه، نعم. نعم دكتور عبد العزيز، والله انا داير هي ما تبقى برامج زي ما قال سمك الخبر الجميل اللي ذكره اخونا عماد، اللي هي ما زالت انه والله يبقى في المقرر. زمان كان نشاط لا صفي، الان نخليه يبقى نشاط، نعم. صفي تماما ان شاء الله. ودي تحيه لاداره المرور لاخواننا برضه في التعليم لاهتمامهم بهذه المساله المهمه جدا جدا. داير برضه النشاط ده بتاع التوعيه في المدارس ما يكون زي ما انت قلت موسمي، يكون هو مستمر طوال مستمر، نعم. طوال العام ان شاء الله. نعم. برضه هي لابد من تحيه لاخواننا في المدارس اللي تعاونوا مع المرور في هذا الجانب، وبرضه لابد من دور نقول برضه حقيقي واضح كشراكه، هي موجوده لكنها فعيله بصوره اكبر مع اخواننا في شرطه، نقول والله هي الاسره والطفل، برضه لمزيد من التوعيه في هذا الجانب. انا والله بحيي اخواننا القائمين على هذا الامر، امر التوعيه، لانه الاطفال ما زي الناس الكبار. عبد العزيز، قبل ما البرنامج يمشي لقدام ويسرقنا الزمن ونختم البرنامج، لابد برضه من جبنا قطع تاريخ الحديث الطيب في مزاد ال 50% ترخيص تحديدا، والبشرة كانت للمواطنين، وهي الان مستمره بتنتهي بتين، وهي حتكون 50 ولا حتكون اقل ولا حتكون زياده ولا الحاصل شنو؟ هي طبعا المعاملات المروريه كلها تم تخفيضها ل 50% منها ترخيص وتجديد ترخيص المركبات وتجديدها وفك الرهن وغيره. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني نوافذنا او نوافذ الخدمات بتاعتنا شغاله
الدوام الصباحي والمسائي. نعم. يعني وفي اقبال كبير جدا جدا لهذا، ودي دي دي بالمناسبه يعني الزول اللي كان بيزوم من الناس المرور بيقول يا اخي انا والله ما مرخص، بيقولوا ما مرخص، هسه الان خفضوا المساله بقت كلها 50%. انت 50% بتجي تدفع، وبعدين في كل المعاملات المركبه اللي كانت بتتزاوغ وكده دي بعد بتمشي خلاص في الشارع، بتحل لنا جزء من الاختناق المروري اللي ذكرتوه قبل. في كل المعاملات، في كل المعاملات. نعم. نعم نعم. انا برضو والله يمكن على ذكر الكلام داري حي اخواننا في قطاع التامين تحديدا، انا شايف بعض شركات التامين دون نسمي واحده من الشركات عشان ما يبقى اعلان تجاري يعني، برضه قامت هي اسوه بالمرور خفضت برضه مسائل التامين لجزء برضه مقدر ليوم التحيه والتقدير، وان شاء الله الباقي كله يمشي على هذا المنوال خدمه للوطن والمواطن يعني. نعم. دارين المسؤوليه الاجتماعيه. نعم. لشركات التامين. نعم. ما يخفضوا لنا بس في ال 45 يوم دي اللي بدت من يوم 4/11. انما المسؤوليه الاجتماعيه يعملوا لنا كباري للمشاه للطلبه خاصه بالمدارس. يعني دي عاوزه قاعده حقيقيه. نعم. طبعا احنا ذاته المفروض يجي مندوب ذاته، انتم تجيبوا ناس التامين او نقابه شركات التامين، عندها مسؤوليه اجتماعيه كبيره جدا لانه المرور هو جزء منها. ما انت المدارس والسلامه المروريه، أنا بقول السلامة المرورية هي مثلث متساوي الأضلاع. نعم. فيه الإنسان والمركبة والطريق. بعد ده في دائرة حوالينا هذا المثلث هي الظروف المحيطة بالطريق. هذه الظروف المحيطة لازم يخشوا ناس التأمين، لأنه الظروف المحيطة دي عشان يقللوا كثير من الحوادث، ودي مسؤوليتنا الاجتماعية. وانا خاصه برضو شركات الاتصال وشركات العربات. طيب يعني برضو دي مادي كلها احنا ان شاء الله، دي يمكن برضو مشروع حلقه جديده. نعم. كده احنا وعدكم ان شاء الله على الهواء مباشره بحلقتين محترمات جدا، في كلام بيكون واقعي تماما، اللي هي حلقه بتاعت الغرفه تحديدا من داخل الغرفه. نعم. في برنامج دفتر الاحوال بالتنسيق مع اخونا دكتور عبد العزيز في مرور ولايه الخرطوم، وايضا الحلقه الثانيه الخاصه بشركات التامين وكل الناس العاملين في هذا الاطار عشان نقدم خدمه نقول مميزه للمجتمع السوداني في هذه الظروف الاستثنائيه، وكلنا مع بعض نمشي لقدام. لكن ده برضه كلمتين قبل ما اختم البرنامج، انا في خواتيم البرنامج كلمتين في مزاد عكس الطريق، كثير من الناس تلقاه وش لوش في الشارع. نعم. وكثير بتحصل في كل محل يعني. عكس الطريق ده مشكله كبيره جدا، وفي ناس بنطوا التروتوار. الفلس. يعني عكس الطريق، ناس الفيزياء بيقولوا لك شنو؟ بيقول لك لكل فعل رد فعل مساوي له في المز ومضاد له في الاتجاه. الاتجاه نعم. يعني عربيتين انت فما بالك واحد سايق اسرته وانت جاي عكس الاتجاه. وما بتخيل انه عربيه تجي عكس الاتجاه. نعم صحيح. بعد ذاك بيحصل حادث. يقع الحادث. نعم. وحادث. نعم. يمكن رب الاسره يروح في هذا الحادث. ما الاسره نفسها ممكن تروح في الحادث. يعني. بعد ذاته البعيله الاسره دي، من انت ما تقول انا عملت حادث ومأمن. والله مشكلة. تأمينك ذاته ساقط. انا بتذكر حادثه في الذاكره كانت مؤلمه جدا. وحادثه كان انه تخطي الاشاره الحمراء. عريس وعروس جايين من بحري وجبوا كوبري المكنبر الساعة 11 إلا تيلي مهجر اللون عربية ليموزين جاء لقى المكنبر الجامعة النور أخضر، لما وصل الجمهورية لقى النور أحمر. أحمر. وقال للسواق أكل الإشارة دي. السواق أكل الإشارة. أكل الإشارة، فإذا حافلة جات من هناك النور أخضر لها طبعا صدمت العربية غششتها بالهلال الأحمر. لا حول الله. حادث كان. فيها العرسان طبعا. فيها العرسان. نعم. وفيها الأطفال. نعم. وفيها بيت كبيرة راكبة قدام والسايق. لما نحن كنا قريبين جينا لقينا فظاعة هذا الحادث. طوالي ودينا لقيناهم كلهم طبعا، العريس يتوفى. لا حول الله. والعروس يتوفت. والاطفال الصغار دير برضه لابسين ابيض توفوا. لا حول الله. والبيت الكبير اللي قدام يعني السواق بس طلع ودوا العنايه المكسره. ودينا الجسامين دي خديناها في المشرحه. في يوم الفرح. اي في المشرحه. ده في يوم الفرح وقع. نعم. في يوم الفرح ذاته الحفله بتاعتهم كانت في نادي الضباط. وجينا المشرحه خدتون العريس العروس الاطفال، منظر ذاته
ومنظر الدم والله انا دي مساله عماد هي مؤلمه جدا. نعم. وانا اترحم على ارواحهم وان شاء الله ربنا يسلم في المقبل الايام القادمات. انا والله ده هي دي جزئيه مهمه جدا وانا الزمن المخصص. نعم انا الزمن كنت دار اوصل لك حنوصل تماما انا خليها كده نشد المشاهد. نعم. في حلقه ثانيه جديده عشان نشوف لحم ما تبقى من هذه الروايه. نعم. المهمه والواقعيه تماما. أيوه. انا شاكر لك جدا اخونا العقيد عماد الدين هاشم نائب مدير عمليات بشرطة مرور ولاية الخرطوم على هذه الأريحية وهذا الكلام الطيب، وإن شاء الله على وعد نلتقيكم قريبا في برنامج دفتر الأحوال. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أنا بشكر السيد العميد عبد الله، وكانت حلقة مميزة لكن ما اديتونا المجال. نديك مجال إن شاء الله الكبير. ونحن نتمنى الناس يتعاملوا مع المركبة إن شاء الله تعامل راغي، وقلنا الناس هذا لما انت تسوق انت تعقلها وتتوكل بعد ذاك ان شاء الله. الدفتر ان شاء الله فاتح. نعم. الدفتر اساسا هو فاتح لكل المواضيع اللي بتهم المرور وغير المرور ان شاء الله خدمه للمواطن السوداني. شكرا جزيلا اخونا العقيد الدكتور عبد العزيز امين محمد رئيس فرع الاعلام بدائره مرور ولايه الخرطوم على هذا الحضور وهذا الكلام الطيب، وان شاء الله برضه للحديث بقيه زي ما قال اخونا عماد في مقبل الايام القادمه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا شكرا للتيم العامل وشكرا لفضائيه الشروق وكتر خيركم، ونحن ان شاء الله يعني الشروق دائما معانا صباغه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان المسائل كلها تمشي على خير من اجل توعيه مروريه وسلامه المواطن بمشيئه الله تعالى. ختاما انا لا يمكنني ان اضحي من اجل قضيه بمستواي، ولا يمكنني ان اضحي من اجل قضيه اقل من مستواي، بينما اضع نفسي ومالي وولدي وكل شيء في خدمه القضيه عندما تكون عباده في سبيل الله. تحياتي والتيم العامل، مع السلامه.